السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ولايك. اليوم البنات جيتكم بواحد الفيديو اللي هو زوين بزاف، بطيبات اللي هما كيجوا في رمضان، زوين زوين بزاف، وصراحة توجديهم في الفطور ديالك كيجوا رائعين وخفافين وزوينين بزاف. على بركة الله البنات، عندي هنا كيف ما كتشوفوا هاد الزلافة، هادي عبرت بها جوج ديال الطحين رطب ووحدة ديال الفينو. بسم الله. عندي هنا معلقة ديال صغيرة ديال الخل، عندي معلقة ديال الخميرة الفورية كبيرة، عندي معلقة صغيرة ديال سنيدة سكر حبيبات، عندي الملحة على حسب الذوق. غنخويو هاد المكونات البنات. غناخدو البنات المدافي باش غنعجنو هاد القطيطات. بسم الله. المهم البنات العجينه ما كتكونش قاصحه، كتكون خفيفه شويه باش كيجيونا القطيطات ديالنا خفاف ومخرجين من الداخل. كنديرو ديك المعلقه ديال الخل باش كيجيونا هشاش، وفي نفس الوقت الخميره كتفاعل لينا. بعد ما غادي نجمع البنات العجين ديالي انا نرجع لكم. هكا البنات كنبقاو نضربو دوك الطيلعات ديالنا، نضربو تتخفف لينا العجينه. هانتوما البنات بعد ما ضربتها مزيان العجين ديالي، هانتوما كيفاش كتجي. دابا غنغطيها واحد سلوفان بلاستيكي، غنخليها تتختمر تما عاد نخلي نقطعها دوك المخيمرات ديالي الصغار هكا، مخصناش نخليو الهوا يدخل عليها باش كتعطينا النتيجة زوينة. البنات هنا عندي الحشوه وحده ديال، المهم غندير لكم جوج ديال الحشوات. يعني عندي وحده فيها زلافه ديال البصله اللي مقطعه شرائح الحرقاق، عندي 400 غرام ديال صدر ديال الديك الرومي مقطع طريفات صغار، عندي معلقه صغيره ديال تحميره او الفلفله حمراء حلوه، عندي سكين جبير او معلقه صغيره مع مراش الابزار، معلقه صغيره مع مراش خرقهم، تاهو معلقه صغيره مع مراش ملح على حسب الذوق، معلقه صغيره مع مراش ديال الكامون، عندي جوج دروس ديال الثومه اللي محكوكين اللي هما محكوكين، وعندي القزبر ومعدنوس، المهم جوج معالق يكونوا كبار. ونسيت واحد الحاجه البنات، واحد العصير ديال الحامض، المهم شي جوج معالق ديال عصير الحامض انا غنضيفو من بعد. وعندي البنات زيت نباتيه هي باش غنطيب هاد الحشوه هادي. كندير البنات مقلاة كتسخن، نضيف البصيله ديالي، التوابل ديالي، كنخليو البنات هاد البصيلة ديالنا تتشحر حتى كتنزل لينا شوية، عاد كنزيدو عليها صدر ديك الروم. بعد ما توجد البنات انا نرجع معاكم. بعد ما نزلت ليا البنات البصيلة ديالي، دابا غنحطو داك الصدر ديال الكراميل، البيض، القزبر أو معدنوس. هانتوما
كيف ما قلت لكم البنوس هو معلقة كبيرة ديال عصير الحامض. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما تشحر لي السكر ديالي غنزيد هذه المعلقه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه على حسب انتم واش بغيتوها ولا لا. انا كتعجبني الصراحه وضع الحوار اللي كيعجبني فيه البنات. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما عندي الصدر ديال الديك الرومي ديالي طاب ها هو كيف ما كتشوفوا تنشف تحمر ليا، دابا غنطفي عليه وندوزو الخبيزات ديالنا. دابا البنات غنحيدو نعريو في العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا، حيت البنات غي كتقرصي وصافي كتبدا يطيب مكتسني ليك مول حتى شي حاجة. بسم الله هانتوما شوفو العجين ديالك خفيفة، كرشو سطح الحامل ديالنا بالفينو، دابا غنجمع العجين ديالي باش نشكلها كويرات. بعد ما غنطلقها البنات انا نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا البنات ملي كنكونوا نقرصوها من خلط منين نجمعوها ما نخلطوش ونقرصوها ديك الساعه، ضروري نخليوها واحد جوج دقائق ولا ثلاث دقائق حتى كتطلق لينا. كيف ما كتشوفوها نتوما الغلط ديال العجين ديالنا، يعني دابا نطبعوا واحد هكا الخبيزات ديالنا غير كنطبعوهم البنات كنبداو نطيبو. بسم الله ديالنا. دابا بعد ما نساليهم نكون كنطيب غادي نوريكم. كيف ما كتشوفوا البنات انا سخنت المقله ديالي نحط الخبيزات هانتوما البنات بعد ما قلبتهم انا غير شويه نعاود نقلبهم باش كيتنفخو. هانتوما البنات كيف ما كتشوفو كيتنفخو لينا هاكا الخبيزات ديالنا هاكا كيجيو خاويين من الداخل، هادوك هما الخبيزات اللي كيجيو معمرين زوين. هانتوما كيف ما كتشوفو هانتوما البنات انا غنستمر في الطياب بعد ما يوجدو انا نرجع معاكم باش نعمر الحشو. البنات بعد ما وجدت الخمر ديالي هما طيبتهم بطيبتات دابا غندوزو باش نعمروهم. بسم الله كناخدو حيد هكا كنقطعو. هانتوما البنات شتي كيفاش كيجيو خاويين من الداخل، حتى هي كان غير كنقرصوهم وكنبداو نطيبو. بسم الله كنعمرو الحشوة ديالنا كيف ما كتشوفو، وكناخدو الفرماج احمر والموتزاريلا مخلطين. دابا غنديرو هكا الفرماج ندخلهم من الفرن البنات كيدوب الفرماج عاد كنخرجهم بعد ما نسالي انا معاكم.
كيفما كتشوفوا البنات، انا ندخل من الفرن يذوب الفرماج ديالهم تكون غتخرج. البنات عندي الحشوه الثانيه اللي غنعمر بها الخبيزات ديالي او البطيطات. عندي بصله مشلضه اللي هي رقيقه، عندي علبه ديال الطون ديال الزيت، عندي زيتون مقطع طريفات، عندي الخس توا مقطع رقيق، عندي معلقه ديال معلقه ديال المايونيز، معلقه ديال دانون طبيعي، وعندي شويه الابزار وشويه ديال قطيره الحامض والزيت ديال الطون. البنات كنخلي الزيت ديالي، بسم الله على بركه الله. غنديرو الحشوه الثانيه، عندي البصيله، عندي الخس، عندي الزيتون مقطع طريفات، عندي العلبة ديال الطون، عندي هاد المايونيز ودانون السوس مع شوية الإبزار. هانتوما كيف كتجي الناس، كيجي غزال هاد الحشوة هادي، كتجي غزالة. كيف ما كتشوفوا البنات، هكا كنعمروا البطاطا ديالنا. نبقاو مستمرين البنات كنعمرهم كلهم. كيف ما كتشوفوا البنات، بعد ما صرينا الخبيزات ديالنا هانتوما دخلنا الفرماج الشداد، كيف جاو صراحه كيجيو بلادين البنات وخفافين. هما ديال الطون كنديرو ليهم الخس من الفوق. كنتمنى تجربوهم بالصحة والراحة والعافية ان شاء الله يا رب.